محكمة. تقاعدت وصرت أنا فاضي وأصبحت في بيتي قاضي، أحكم والعدل أساسي يا عيالي وأهلي وناسي. تتمنى هالمحكمة في البيت تجمعنا وترضي الجميع، قاضي قضى بيننا منا ولينا بالحكم نرضى ونوافق كلنا، أي مشكلة وأي خلاف ومعضلة تنحل بالود ما بيننا. اسلوب فنان ولا حد داريه، موهوب يا ناس محبوب ارجوكم حسوا بناريه، متميز باحلى اسلوب فنان ولا حد داريه، موهوب يا ناس محبوب ارجوكم حسوا بناريه. انا لازم اسوي كل شيء ومطلب مالي يصير شوي وما في كف من اي شيء. مصحتي هي هدف معاكي هاند باي هاند، عادل وخسر وقالوا لي ام سو باد 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 باد. يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق قضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق قضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق قضينا، يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق قضينا. خربتي بيتي وما خليتي لي شي، بعد فكري بس شغفتي خليني من راتبي شوي. محكمة. لا يا بدي انا اللي بفتح. يعني من بيجينا غير المذكور يا جارنا ابو عماد عطيره؟ يعني عادل اف عليه، هذا مهما كان فهو جارنا، وبعدين الرجال ما برك في شيء. صح هو فضولي وكثير الاسئله، لكنه يبقى طبع وتعلمناه من واقع الحياه. نسيت ما سالته، اقدر اخذ زياره حق فاضل نعمه ولا لا؟ تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، أصبح هذا الصباح على أحلى وأرقى عائلة عرفتها بحياتي، وأعلن للجميع الآن أني برفع قضية على أم عماد، شئتم أم أبيتم. لو سمحت حضرة القاضي، لو حكمت على حد بالسجن لا تحطني حارس،
تعرف لي يعني أنا أحب العصاير وبشرب العصير حتى لو حطوا لي فيه سم. اليوم مثلت دور المدعي العام في المحكمة العائلية. والله لو كنت موجودة كان صفقتي لي. ما شفتيني كيف أنصفت المشتكي؟ ما لأنه أخوي، لا، لأنه عنده حق. كيف؟ والله؟ تريد تجي المحكمة الجاية؟ والله بتكون أحلى وأروع محكمة في الدنيا إن شاء الله. لا 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 تخافي، لا تخافي، لا تخافي، أول قضية جاية أنت موجودة إن شاء الله. الحمد لله مشاكلنا ما تخلص، أمورنا وبلاوينا مستمرة، والمحكمة الجاية أنا بروحي راح أجيب لك الدعوة. بس حجة علشان أشوفك. والله وش أقول لك، مليت مليت، طلعت روحي. بيني وبينك ما تقول أحد؟ كيف ما تريدني أقول لحد وأنت جاي تشتكي عليها؟ صحيح، بس أنا خايف ما ترضي تجي للمحكمة. زين قل لي إيش اللي ما عجبنك فيها؟ أنا آسف آسف، بس يعني يمكن نلاقي حل. إلا ما عجبني فيها يا أبو عادل أشياء كثيرة. أول شيء تتكلم على الناس، ثاني شيء عصبية لأتفه الأسباب اللي يسوى ولا ما يسوى، ثالث شيء مهملة بحق زوجها، رابع شيء ما خلت حرمة في الحارة وما تكلمت عليها، خامس شيء بس 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 انت اذا اشتكيت عليها بتروح مؤبد. انت لازم تسمع خامس شيء وهو الأهم في الموضوع. خامس شيء يا أبو عادل، زوجتي ما تنجب. عيل وين عماد؟ انت ما تقول ان عندك ولد عايش في البريمي مع زوجته؟ أتخيل أتخيل أن عندي ولد، وهذا حلم اللي أنتظره من 20 سنة. ما عندك ولد؟ 5 سنوات وأنت ساكن عدالنا جارنا وما نعرف أن عندك ولد أو ما عندك ولد؟ صدقني حلمي أن يكون عندي ولد يحمل اسمي ويورث كل هذه الأملاك اللي عندي. بعد عمر طويل إن شاء الله. إنزين ليش ما تتزوج؟ أسميك حطيت إيدك على الجرح يا صديقي، بس للأسف ما أقدر. ليش ما تقدر؟ الشرع محل الأربعة وإنت عذرك مشروع. والله كاسرين خاطري، فاضل ونعمة ما حد ضربهم على إيدهم. بعدين تستاهل أختي، لولا المحكمة كان كانت واحد من عندنا. بعدين فاضل الله يهداه يخلينا طول الليل نقعد نكتب مذكرات. أخوتها يعطي يوسف منوم ويفتح باب السجن حق نعمة. بس حرام يحبها. انت نسيت ايش كل سر تعذبوه على ما اخذوا بعض؟ اللي من ايده الله يزيده. عيل في وحدة تاكل 4 كيلوات مر، 5 كيلوات تفاح، 6 كيلوات هنبة، لو ما عملت ليمون وفلفل هذه ما خليت حد ماكلته. لولا المحكمة الله يعلم بحالنا. سوسو وين راحت؟ هذه وين اختفت؟ خليني اروح اشوفها. سوسن؟ اللي من هالفواكه؟ فواكه؟ حقي أنا جوعانة. جوعانة؟ وإحنا الحين مخلصين إفطار؟ عادل إيش فيك؟ بتبخل على بنت عمك يعني؟ وبعدين كفاية علي صالح ذابحني بالكروش والعظام؟ الله، والله كسرتي خاطري. ما علي يا بنت، أنا مخليش الحين عشان عندي موعد غرامي. أوه غرامي؟ أنا قلت غرامي؟ عندي موعد عمل. سمعي زين، ولا حتى السمع عندكم ماخذينه بالوراثة؟
فاضل نعمة سوزان انت كيف جيتي؟ الزيارة ممنوعة. كيف يعني ممنوعة؟ حتى حرس ما في عليكم. خذوا جبت لكم فواكه. يا الله سوزان انت من يوم يومش انت حنونة والله وتحسي فينا مرة تحسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي أبو عماد كيف حالك؟ الحمد لله يا ولدي الحمد لله. فضيلة القاضي، احتمال أن يكون هناك خرق كبير لقراراتك وقوانينك القضائية في داخل هذا المنزل. أرجو أن تراقب المساجين، فهم يكسرون كل القواعد والقرارات. أنا بروح الحين يا أبوي عندي شغل. السلامة. يا ترى لو كل واحد عمل ببيته محكمة ايش بيشتغل القضاة والمستشارين والمحامين؟ علم جنني انت كيف مستحمل السجن وانا خبرش تحبين الحركة. تحب الحركة؟ هذه لو تحب الحركة ما بتكون بهالكبر. طبق طبق طبق. فاضل رجعني؟ امزح نعمة امزح. فاضل انت من سمحتش بالزيارة؟ انا؟ ما كنت عارف ان الزيارة ممنوعة. لا والله ضحك علي. ضحي وانت بعد تعال شوية. تفضلي. انا؟ دخلي داخل. تفضل دخلي. ما افراك افراك. عمي دم مالو عمي ذا دم مالو بيت مسكين العائلة كله وابو. السلام عليكم، ايش رايكم نروح اليوم نتسوق وبعدين نتعشى في مطعمك المفضل؟ لا ما متحمسة. اطفال تروحوا معي الشاطئ تتسبحوا وبعدين تاكلوا مثلجات؟ لا ابوي ما متحمسين. ايش رايكم نروح صالة عرض تويوتا؟ الحين عندهم عرض مثير. ايوه الان اكبر اثارة من تويوتا، اربحوا 20 سيارة كورولا خدمة تصل الى 3 سنوات او 60,000 كيلومتر، تسجيل وتأمين لمدة عام وقسائم شراء. اكيد اغصان البركة للمأكولات العمانية، مأكولات عمانية بتشكيلات متنوعة بطعمها الاصيل، ومأكولات عربية وعالمية باشراف طهاة عمانيين ذو خبرة طويلة. أغصان البركة للمأكولات العمانية ملتزمون بالطعم الأصيل. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه غرفتي؟ لا أنا متأكد أنها ما غرفتي. هذه أنا مو اللي جابني هنا. لا راكب بس أنا بيتي طابق واحد. لا الموضوع في سر. كيف أقدر أن أطلع وأهبط في الدرج هذا؟
توتن فاضل نعيمة اقصد ناعمة انتو تسوي هاي خير ان شاء الله ها؟ واحنا مو قابلنا في هذا البيت ان شاء الله الحال من ذا البيت قولوا لي ابوي خليك بعيد عن باب السجن عشان ما يدخلوك معنا يدخلوني معاكم حالا ليه احنا مو مسوين وبعدين احنا مو قابلنا في هذا البيت عمي نحن في بيتنا يعني بالمختصر انت في بيتك بيتي عقب هين زحار وهين سراجنا القديم عمي نسيت هذه بعد تراك انت اللي كنت المستشار مع عمي عبد الله اللي حكم علينا بالسجن مؤبد انتو بتجنون انتو لا صحيح بتجنون ايوه تو تذكرت على ذنبي ايوه بس احنا حكمنا على ناعم وحده كيف تويت وثلاثه انا احسن اسير تو وبيهم مره ثانيه حاصل بس المشكله بين عمي وصالح والسبب انا طمني اصلا زوجش ما يروم يتكلم قدام ابوي البر ولا يتنسخ ولا بكلمه فاضل ما اسمح لك تتكلم عن زوجي بهالطريقه انا اريد اعرف تو انت ليش تدافع عنه هذا لو يحبش صح كان بيسكنش في بيت وحدش وترى الحب ما يعني بيت قصيد وزريبة غلن فاضل ايش فيك انت ايش فيك الحين البنت راضية انت ليش حارق فؤادك بعرف الذنب ما ذنبه الذنب ذنبي انا اللي ضحيت بعمري وزرتكم جبت لكم اكل واخذتها السجن هني معاكم يا جماعة انا عندي خطة عشان نطلع من هالمكان هاي ايش قلتوا ايش هي الخطة نعمة تسوي اضراب عن الطعام انتي تسوي اضراب عن الطعام ايوه انتو يعني ليش ما مصدقين يعني حاسين كذا باحساسكم الداخلي ان انا تغيرت عبد الله ممكن تقصيت علينا شوي ها بدينا التذمر ما انتوا اللي طلبتوا مني اني اكون قاضي عليكم في البيت إذا ما تريدوا ترى نحن في أولها لا مو قصدي بس يعني ترى احنا أهلك مو غرب أعرف إنكم أهلي وعلشان إني أحبكم لازم أتعامل معاكم بشدة وصرامة عبد الله نعم وحدي ما أشوف حد في البيت هنا لا فاضل ولا ناعم ولا سوسن هي سوسن تجاتني لا حول ولا قوة إلا بالله تليفونك يرن ها؟ تليفونك يرن وانا هين عندي تليفون وحال من اخلي تليفون الله يسلمك اهلي وكلهم حيتي هنا بعد حال من اتصل والله تليفون تقول وين من هي تليفونك عبد الله ما تجلس كذا تنبش مخباي والله اقول لك تليفونك يرن على قول باغي تسرقني ما تليفون هي انا ما عندي الا مصباح وسجاده باغي تشلها شلها هي ابوي لا بسرقك ولا شيء تليفونك يرن ها هذا ولدك يتصل لحظه شوي لحظه نسيت يعني الواحد ما ينسى الله يهديك عبد الله زين بس وقف 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 هلا مرحبا هلا ولدي عيسى انا عمك عبد الله الحمد لله بخير بخير ايه تريد تكلم الوالد؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذا عيسى من عيسى؟ عيسى والدك يريد يكلمك هيوة كلمة هلو من أنت؟ عيسى كيف حالك يا ولدي مشتاق إنك ها؟ لا لا ارفع صوتك ما اسمع أنا هين؟ أنا هنا بيتنا العود مدراني جلست الصبح لقيت نفسي في هذا البيت عند أخوي عبد الله هيوة هيوة عمك شي أبو عادل لا دي سالفة طويلة باقي تسمعها زيد زيد ما وقته الحين يا زيد ما وقته
يقول وين ما وقته يا زيد. زيد؟ سميني زيد كذاك عارف؟ قول ابو عيسى انا اخوك العود. عيب عليك. ها عيب. ان شاء الله يا ابو عيسى. ان شاء الله. ايه ايوه. هلو. ايه لا انا ما سمعك زين. هذا تليفونك فيه شوشوه. هي كما قلتها وشوشه. لحظه خليك معك. خلي عندك. كلمه قل له انت بيجي بس من غربة. ترى هي ولدك صار يدرس ما صار يلعب. صار يدرس. هلا ولدي هلا. لا الحمد لله نحن بخير. الحمد لله وعمان بخير وكل اهل عمان بخير وعافيه. سلم عليه. ملاك تسلم عليك. افا افا يا عيسى حتى انت استويت مثل ابوك صرت تنسى. هاي ملاك زوجتي الجديده. ايه عبد الله كأنك جبت سيرتي بالشينة. يعني هذه سمعتها وباقي الكلام ما تسمعه. أما أنت. هلا ولدي. أنا معك. إيه نعم. لا الحمد لله نحن كلنا بخير وعمان بخير وكل أهل عمان بخير وعافية. قول له إلا جارنا أبو عماد هذا أسوأ جار في الدنيا. عيب يا ملاك. هذا مهما كان فهو جارنا. معاك يا ولدي. اسمعني زين يا عادل، نحن خلاص مضربين عن الطعام والشراب، واللي يصير خلي يصير. يعني أبلغ فضيلة القاضي بهذا القرار؟ بلغ بوت بتبلغه، ونحن خلاص عاد ما يهمنا شيء. الحين ما يهمكم يا فاضل، ما أنت اللي رحت ورفعت دعوة على زوجتك؟ لكن بغينا نضربوا على الطعام، ضربوا على الطعام. أنا أبغى أشوف اللي متى بتصبروا، وخاصة اللي في بالي. أرجوك يا أبوي سامحني، ترى فاضل وجاب لي العصير، وبعد أنت تعرفني يعني أنا أحب العصاير، فشربت العصير، ما كنت بتوقع أنه يحط فيه منوم. أقول لك، ماله ذاك ذاك ماد شواربه ومعفس بوجهه، أنا يكون مسوي جريمة وجاي قدامك يتبكبك. روح الحين، وبعدين ما تفهم. يعني سامحني. بس تعاهدني انك تكون حذر من كل شيء. حتى من اخوي فاضل؟ من كل حد. والحين روح خلينا نشوف المشكله الجديده. يعني الابطال مسوين اضراب ها؟ وما راح يوقف الاضراب الا بخروجهم من السجن. وانت وش رايك؟ انا رايي اعطهم ساعه ولا ساعتين راح يجوعون ويطالبون بالاكل، خصوصا ناعمه مبطنين. وانت وش رايك يا زيد؟ وش نسوي امام هذا الموقف؟ مو هو يعني هذا بتقول به يا ابو عيسى؟ صوت مبح وانا اصرخ. اقول لك الجماعه اللي نحن حكمنا عليهم وانت كنت موجود معنا مسوين اضراب. احنا عندنا في البيت المساقين حكمت غبت فيها يا زيد. لا وانا معكم بعد. لا غبت بعد. يعني ابو ما يحب المشاكل في هذا الوقت غير مرغوب فيه. لا ونسجن الناس بعد. عقب ابوي غبنا فيها 70 مرة ما 60. ايوه تعرفوا احنا اللي نسوي المشاكل هذه، وعلشان كذا احنا نستاهل بيستوي فينا. تو مال هذه العائلة؟ الله لو واحد غيري كان يتبرى منهم أحسن. هيوة بس احنو حال مو في بيتنا محكمة. يمكن سوينا جريمة يعني وباين نحاكم نفوسنا. هيوة احنا نسويها ما هينين، بس حال مو نسوي جريمة ان شاء الله. احنو ناس طيبين. طيب بيوتنا القديمة تو من ساكن فيها
زمان حلو لكنه راح. هين الغداء؟ السلام عليكم، ايش رايكم نروح اليوم نتسوق وبعدين نتعشى في مطعمك المفضل؟ لا ما متحمسه. اطفال تروحوا معي الشاطئ تتسبحوا وبعدين تاكلوا مثلجات؟ لا ابوي ما متحمسين. ايش رايكم نروح صاله عرض تويوتا؟ الحين عندهم عرض مثير. ايوه الآن أكبر إثارة من تويوتا، اربحوا 20 سيارة كورولا خدمة تصل إلى 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر، تسجيل وتأمين لمدة عام وقسائم شراء. أكيد. أغصان البركة للمأكولات العمانية، مأكولات عمانية بتشكيلات متنوعة بطعمها الأصيل، ومأكولات عربية وعالمية بإشراف طهاة عمانيين ذو خبرة طويلة. أغصان البركة للمأكولات العمانية، ملتزمون بالطعم الأصيل. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. سمعوني زين، أنا ما ضربتكم على يدينكم وقلت لكم عينوني قاضي للعائلة. أنتوا اللي طلبتم لي هذا الطلب، ومسألة إغرابكم عن الطعام والشراب هذه مسألة خطيرة جدا. يعني انتوا رافضين قوانين المحكمة العائلية، وإذا تم إخلاء سفيركم قبل المدة المحددة فمعناته راح نفصلكم نهائيا وتماما عن مشروع المحكمة العائلية. وسيروا عاد بعدين، سيروا وحلوا قضاياكم ومشاكلكم بعيد عنا، فاهمين؟ زين زين، هذا ما في غير صالح المزعج. حي الله حي الله ابو يوسف، مرحبا وانت القاضي العائلة. حياك الله. ايش الريحة اللي تذبح؟ ايش جايب معاك؟ ايش الريحة اللي تذبح؟ انا جايب لك مفاجأة، مفاجأة يا ملكم، مفاجأة. مفاجأة؟ صح انها حزينة بالنسبة لي، لكن مصايب قوما عند قوما فوائده، خذ الفائدة. الله مفاجأة. أخ عليك، أخ عليك. أخ عليك؟ راعيك. سامحني سامحني يا حبيبي، جبتك مع ناس ما يقدروك، لكن شو اسوي؟ تراك انت مسوي لي مشاكل في العزبه، كل يوم تنعطى حد، كل يوم تنعطى حد، وبعدين ذبحتك. ولو اعرف كان ما يردك لهم اعطيتك القصاصي، لكن ترى الموت ما منه مفر. صوصان صوصان صالح، تعال تعال يا لهين يا صالح. لا 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 تجي، ما اقدر اتحمل اشوفك معنا بالسجن، ما اقدر اتحمل ما اقدر. كل هذا الحب لصالح؟ لا يا مجنونه، اصلا لا انا ولا انتوا راح تتحملون ريحه الغنم الموجوده في خلايا جسمه. اصلا صالح كتله من ريحه الغنم. انت كيف قادر تعيشي معاه؟ انا خلاص صار عندي مناعه، اصلا ما اشم الريحه لبعض الاوقات، هذا عشان أكون منصفة معه.